خمسة أشياء إياك أن تبحث عنها في محرك البحث جوجل. الإنترنت هو بلا شك أداة خارقة، كيف لا وهو يضم الموقع الأشهر والأكثر استخداما في الويب. محرك البحث جوجل الذي يطلق عليه في بعض اللهجات العامية بالحاج جوجل، هذا الموقع تجرى عليه أكثر من 6 مليارات عملية بحث في اليوم الواحد، حيث أصبح الآن كل من يراوده في ذهنه أمر بسيط جدا يلجأ لهذه الأداة السحرية. لكن في الحقيقة هناك أمور لا ينصح أبدا بالبحث عليها في جوجل، لأنها ستضرك أكثر ما ستنفعك. لتتعرف على هذه الأشياء تابع معي هذه الحلقة. تشخيص الأعراض الطبية في جوجل سيرش. هل تشعر بألم في المعدة أو صداع طفيف في الرأس أو غير ذلك من الآلام؟ إياك وأن تكتب الأعراض الخاصة بك في محرك البحث جوجل من أجل معرفة سبب هذه الآلام، لأن جوجل سيقودك لقراءة مناقشات على المنتديات، في حين أن هذه المناقشات قد تكون بين أناس عاديين ليسوا خبراء في مجال الطب، أو قد تكون من طبيب مختص نظرا لتوفر بعض المواقع الطبية المختصة. لكن هذا الطبيب قد يكون قد شخص مرضا لشخص معين له حالة وأعراض خاصة به، فتجد مثلا حسب تشخيص هذا الطبيب أنك مصاب بأمراض خطيرة، في حين أنك قد تعاني فقط من أعراض طبيعية تزول مع مرور الوقت مثل ضربة الشمس أو إمساك خفيف في البطن. عموما كي لا تعرض صحتك للخطر يفضل زيارة طبيب مختص. البحث عن حمية مثالية. قد تجعل مقالات في بعض المواقع بعنوان رجيم مثالي لفقدان 5 كيلوغرامات في يومين، فمن الحماقة أن تصدق مثل هذه المقالات الكاذبة التي يهدف أصحابها فقط لجلب الزيارات لمواقعهم، لا يهتمون أبدا بإفادة الزائر ولا بصحته. فحسب دراسة لمجلة بريطانية أعدت للكشف عن مخاطر البحث على بعض الكلمات في جوجل، تم التحذير من البحث عن تشخيص للأمراض والحميات الغذائية. البحث عن الجن والصور المرعبة، خصوصا إذا كنت تعاني من أمراض القلب أو كنت تعاني من الخوف والذعر الشديد، لأن هذا يعتبر أمرا خطيرا جدا. وبالرغم من كون أغلب مقاطع الفيديو عن الجن والتي تطرح على اليوتيوب مفبركة وغير حقيقية، إلا أنه ينصح بعدم البحث عن هذه المواضيع الحساسة والمرعبة في نفس الوقت، والتي قد تسبب لك اضطرابات نفسية خطيرة سواء كنت صغيرا أو كبير السن. البحث عن إليفانتيازيس في صور جوجل. وفقا لويكيبيديا، إليفانتيازيس هو مرض يتميز بسمكة الجلد والأنسجة الكامنة، وخصوصا في الساقين والأعضاء التناسلية للذكور. فلو بحثت في محرك البحث جوجل للصور جوجل إيماجز، ستجد مجموعة من صور الأشخاص يعانون من هذا المرض الخطير. نسأل الله السلامة والعافية، فقد لا تتحمل رؤية تلك المشاهد. كيفية صنع قنبلة Bombs Instructions. لا تبحث عن أي كلمة لها علاقة بالإرهاب، لأن التهديدات الأمنية أصبحت مشددة نظرا لكثرة التفجيرات والأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة وخصوصا العرب. فلربما بحثت أو هذا البحث قد يعرضك للاعتقال والتحقيق، لأن معظم الدول أصبحت تضع رقابة مشددة على الإنترنت، وإذا كثرت البحوثات في الإنترنت عن هذه المسائل بخصوص دولة معينة، فقد توضع عليها النقطة السوداء من طرف الأمم المتحدة. أتمنى أن تنال الحلقة إعجابكم وموضوع الحلقة. إذا نالت إعجابكم المرجو وضع لايك للفيديو وكذلك الاشتراك بالقناة، ولا تنسوا نشر الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إلى اللقاء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.